بأي منطق تتحركون؟ كما قلت لكم شرع الله هكذا. الآن الفتن الطائفية في العالم العربي أكلتنا دمرتنا، ولسه أنا قلت هذا من سنين وما زلت أقول، نحن موعودون بفتن طائفية وحروب أهلية جديدة، وأنا أقول لكم للأسف يبدو أننا مؤهلون لها. أكثر ما أحزنني وأكثر ما قبض نفسي أيها الإخوة وغيم إيه الأفق أمام ناظري، أنني استنبطت أو فهمت، وأظنكم لا تخالفوني في هذا، وأنتم يعني فهمتم إيه ما نفهم، هذا واضح الآن، أن هذه الحرية التي أكرمنا بها يبدو أننا لا نستحقها الآن، جاءت في غير موعدها مبكرة، جاءت حرية سياسية فقط، حكم سياسي، ثورة كذا، ما في حرية في الأفكار، ما في حرية في الضمير، أي حرية، حرية الضمير أن أصدر عن ضميري عن يقيني من غير أن أكون مرتهناً لحزب أو طائفة أو مذهب أو مصلحة أو دولار أو يورو أو شرق أو غرب، ما عندنا هذا الكلام، ما عندنا ثقافة. لذلك هذه الحرية أنا أقول لكم تبرز الآن أسوأ ما فينا، طبيعي نحن كذا وكذا وكذا مع وقف التنفيذ، جاءت الحرية وفكت قيد التنفيذ، هذا كل الآن صالح التنفيذ، ما حرية، ما في، ما فيش اعتبار لأي شيء، لا لدولة للحكم لا للحكومة، ما في، تكون في حالة عنفوان أيها الإخوة، انطلاق فتبرز أسوأ ما فينا، مسارعة إلى السب إلى الطعن إلى التكفير إلى الذبح إلى فتاوى القتل، شيء مخيف جدا، مرعب يا أخواني، مرعب. لذلك أنا أقول لكم عيبي الذي يأخذه عليه كثير من الناس أنني لا أدعو إلى فتنة، لا أدعو إلى قتل، وأسأل الله أن يحييني ما أحياني وأن يميتني وأنا لم أتخوض يوما بفتوى أستحل بها دم امرئ واحد مسلم أو غير مسلم إذا كان دمه معصوم، لا يشرفني لا يرضيني ولا يمكن أن يريحني في آخرتي. وأقول لكم على هذا فعمل وبمثل هذا فعمل أيها الإخوة، إنك إياك تتورط في تكفير مسلم، إياك تتورط في استحلال دم إنسان بريء أيا كان هذا الإنسان في شرق أو غرب، إياك لكي تتواءم مع منطق الجماعة والحزب والطائفة والمذهب والمصلحة، إياك يا رجل بالله العظيم ستندم ندامة لا حد لها، أقسم بالله ستخسر خسارة لا حد لا آخرة في الدنيا وفي الآخرة. وأنا أقول لك في الدنيا فعلا كما قال عيسى عليه السلام، من سل السيف فبالسيف يكون موت، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، كذا تقول عمه هذا صحيح، ستقتل أو يقتل أقرب الناس إليك، ستذوق ما أذقته الآخرين، وأما في الآخرة فجهنم وساءت مصيره. انتبه، هذه مش لعب، هذا يلعبون الآن، وأسهل أسلوب يعني يعتمدونه الدين، أسهل شيء لأنه مقدس، أنت تتكلم باسم المقدس، باسم قال الله قال الرسول وأفتى مشايخ الإسلام وأجمعت الأمة واتفقت الأمة، وتضحك على الناس بالكلام هذا، نص يا أخي في كتاب الله، أنت مجتهد، أنت عالم، أنت أنا دفع أدي يا رجل. النبي يقول لأبي ذر، يا أبا ذر لا تقبضن أمانة ولا تلين مال مسكين ولا تقضين بين اثنين، أنت مش قاضي، إياك أن تقضي بين اثنين، والله أنت محق وأنت وهو مبطل، وطبعا ما شاء الله علينا نقضي في غيبة الأطراف الأخرى دائما، تذهب إلى جهنم أيضا وأنت مش قاضي، فلماذا تقضي؟ يا ريت أنه يقضي بين اثنين في مشاكل عادية، لا لا لا، هو يقضي في مسائل الأمة، الفرقة الفلانية كافرة، الفرقة الفلانية زنديقة، من قال هذا كفر، من قال هذا فقد حل دمه، يخرب بيت أهلك، ماذا تفعل أنت؟ ماذا تفعل بنفسك؟ أقسم بالله يعطي فتاوى كذا في العموم في الإطلاق، والأمة يا إخواني تتسلط بعضها على بعض، ما أنعم بال أعدائنا الآن، الله العظيم أقسم بالله مرتاح، أعداؤنا اليوم مرتاح جدا، أعداء هذه الأمة، أعداء محمد وكتاب محمد وأمة محمد، أنا أقول لكم مرتاحون جدا في نعيم الآن، لأن أمة محمد شرها منها بلاؤها فيها، ما تحتاج أكثر من هذا، أكثر من هذا التباغض، هذا التناحر، هذا التكاثر، هذا التذابح. يا إخواني من يدعو لهذه الأشياء في نظر أتباعه يعتبر هذا عالما متحمسا، هذا متحمس، هذا مخذ الدين بقوة، خذ الكتاب بقوة، هذا مخذ الإرهاب. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلحهم وأن يجنب أمة محمد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنا أعلم والله وقلت قبل سنوات بصدد العراق قلتها، أعلم أيها الإخوة إذا ما فتح الله
وإذا ما أزال إذا ما فتح الله وإذا ما أزال الغشاوة والغمة عن بصائرنا وأبصارنا لن نفهم هذا الكلام إلا بعد أن يضيع كل شيء، كما يقال بعد خراب البصرة. مش البصرة عاد، البصرة والكوفة وغزة والقدس والقاهرة وكتورس الخضراء، كله سيخرب، ودمشق الشام العتيدة كله سيخرب، سيلغى، سيدمر، سيحطم، سيجزع. بعدين نبدأ ندعي الحكمة بأثر رجعي. والله كان الإرهاب كذا كذا، التفكير المنفلت، تصدر من لا يحسن، المش عارف إيه، الحروب الطائفية، التكاره، التباغض، كلام فارغ، انتهى. توليت، متأخر جدا. إذا ما الآن تفهم هذا، ما ينفعش تفهمه بعدين، لأنه بعدين غصبا عنك حتفهمه أنت، حتكون فقدت إيه؟ شيئا من عائلتك، وربما إيه من أولادك، ربما من أقربائك، ربما فقدت بلدك، وربما أيضا فقدت دينك. وعلى فكرة من ضمن سنفقد، سيفقد كثير من أبنائنا وبناتنا، وأقول هذا أدق ناقوس الخطر، دينهم. أنا أقول لكم سيكرهون هذا الدين الذي ما جاءهم إلا بالذبح والقتل وتقسيم الأوطان. افهموا هذا، سيكرهون هذا الدين، مش دين محمد كما أنزله إيه الله على محمد، لا، دين مشايخ اليوم وجماعات اليوم وطوائف اليوم وأحزاب اليوم، والناس لا يعرفون إلا هذا الدين، ما بيعرفوش دين محمد كما كان محمد يدرسه، ما بيعرفوش، تعرفوا الدين المشايخ، دين الفضائيات، سيكفرون بهذا الدين. يقول بلا دين بلا كلام فارغ، اترك هذا كله. ماذا استفدنا منه؟ كما قلت لك ضياع الأرواح وخراب الأوطان وتقسيم الأوطان. هذا الدين ما شاء الله على رسالته هؤلاء المتدينين، اللهم أصلحهم واكشف الغم عن قلوبهم وعن أبصارهم بقدرتك يا قوي يا متين يا رب العالمين.